بسم الله الرحمن الرحيم. شاشة شونك حجم 42. طبعا هاي المشكلة مالتها تكون لداتها جانبية. تشوفون هاي اللدات، اللدات تكون بالجانب، فعطل هاي اللدات احيانا ما موجودة اللدات مالتها، وطريقة استبدالها تكون معقدة، فلازم تسوي لها لو تحوير، لو تجيب اللدات الاصلية مالتها وقليلة شوية بالسوق. فالطريقة مالتها طبعا هذه تكون لداتها ايج، يسموها الحافة. الطريقة مالتها العاكس مالته هذا يكون شفاف، تشوفون هذا العاكس، هذا الميزة البي ال، هو ينشر لك الضوء، يعني ينشرك اياه للجانب مالته هذا. فهسه احنا سوينا طريقة، الطريقة اللي راح نسويها بانه نشد لها الشاشة مالتها، نشدها على شاشة شينون، وهسه راح نشوفكم شلون نحورها على شاشه شينون. الشيء هاي طبعا شاشه شينون، التيكون مالتها هذا، التيكون مالتها هذا، فاذا تخليه على الشاشه مالت الشونيك ما راح يشتغل. فسوينا جبنا التيكون، التيكون جبناه مالت الشونيك الاصلي، فخليناه على الشاشه شينون، هذا شينون حجم 42. فهسه راح نشوفكم الصوره مالتها. هسه راح نشغل الشاشة ونشوفكم اياها. هاي على ماركتها شينون، طبعا حجمها 43 مقلوبة. هسه انا قالبها الشاشة، بس هي صورتها مضبوطة. محكمة هاي صورتها كلش حلوة، فحتى نفيدكم بهاي الطريقة وراح اشوفكم هسه الليبل مالتها حتى تعرفوها. هذا ماركة الشاشة حجمها 43. وشكرا لكم.